اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب استحباب تخليل اللحية وعبابها استحباب تخليل اللحية قرك إن فرح الله دحق القليو سنة نمت كذا يبابي يعني روح مركو ويسي سنة يو إنو قرك فرح دح مرمريو دح قلقليو تاس إني سنة هي يبابي. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه كان وحوها يخلل مدح قلقلية لحيته قركيس قركيس أيوف فرح نحمر مرين شروي دح قلقلين روى حوري ابن ماجه والترمذي وصححه ون صحيحي الترمذي. تخليلك حديث كعثمان قيب تاسي كسابسا إنو نبي صلى الله عليه وسلم وقرك تخليل كسامين شري وحلقوني النقضين إن ليلة عامر بن الشقيق وأبو وائل كورنيا عامر بن الشقيق نضعف باكوتشرا وتقريب كوحكوري لين الحديث له مرادو ضعف كتشرو جملة أنا لقوني النقضي تفرد كيسة نينك نوع عصو كلا وحو لقوني النقضي لما قاتو وغير محتمل واه. طيب محايا لي رقي كوري عثمان إي غير كيبا رواد حديث كا السحاحة إي صنان كبا كتمت جملة دا سماء نشيق مركا جملة دو سيد ظاهر كا إني أي شاذة هاي كم مغضة ومع ذلك أئمة بضم بصحيحين وكم إذا هاي ابن خزيمة ابن حبان حاكم ضياء المقدسي في المختارة يا شيخ الباني بقى مركا واحد مدى مخالفة سين سن اعتبار وين سينين أما حديث كأي كوحو تشيين بالشواهد دي سمعنا حديث كوحو فايدين يا إن قركا فرح الله دحق القليو والتخليل لغصة مايو إني السنة هاي ويسد مركا لو ويسق هذا يعني السنة هاينا وحاقب الجمهور العلماء. طيب قل يا واجبنا يا لكن ويسد إني السنة هاينا واجب هاي بلو بدني بخلاف الغسل مركا سلق بيسنا يو جمهور العلماء وحي إليهم وواجبو إذا حلقا وحا لازم إني تشيركا أي بيها قبيس كوة ذكاران تاسي مركا وحويان وواجبنا يا. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان وحوها اذا قرتي توضا ويسيسنيو اخذ مد قاد ايها كفا صعب او من ماء بيئه فادخله مركزو قلنشري تحت حنكه حنك جيس هوستيس حنك ومشن بونتا هنغوريغا مشا كوكوريس قركم معناها تما قرك صوب اللوضان هل كاسال تحت الحنك حنك جنوا دون تمشى وأفكار دمات كي سوي معنا. طيب حنك معناها سلي وحلي باطن أعلى الفم بالي هذا من داخل يعني أفكو مشى وكرية وكل ما هذا أيا لي هذا تحت مرك لي هذا مرك وهوست وهوست نغني سمعنا مرك فأدخله مرك سوق لي بيه صعب كي بيها أها تحت حنكه حنك سهوستي سأيوك لي وحق معناه وحوي عناها يهنجري حق سكسو قلي فخلل مركاسو لحمر مريي به إسجل لحيته قركيس وقال وحوي لمركا هكذا سداسو أمرني أمر ربي ربي عز وجل سداسو ربي أمر ربي أمري روى حوري أبو داود داوري طريق أبي داود حديثك وحكوري بيهقي يا بغوي سند كحديث كان وحكوتشر اللي يلاهده وليد ابن الزوران ومجهول الحاله تقريب كسداس وكوي وعن إلى تلخيص تلخيص الحبير كحافظ كسداس وكو حكومي تقريب كان وحوري ولين الحديث سند كمركوا ضعيف لكن حديث كطرق فربضان بوليه الشواهد أو صحيح كن قنيه ساس دراد يدعو واحد صحيحي حاكم ذهبي باكوا فقي أبو الحسن بن القطان باسيد وكلا صحيحي يا شيخ الباني مركا سند كو ضعيف بها هذا
لكن حديثك شواهد كو أصحيا معنا وحوت الماما يا مركا إني مشروع تهي محوها هاي تخليلك قابك وحاك له حديثك إنه قدر هاي كيفية الله سمينيو تخليل اللحية يعني صفاتي كيفية نوفا إذيو إن يعني بيه أو صعب كبشرة حقه هو سلجس وجلني معنا بمعنى لأنك هنجوري يلونتا حاجة إن لجس وجلني يا كدبنا فرح الله يحق الجلني معنا لا نحمر مرينا يا جرك وأنا السنة صاصون سلماني علماء بدن كوس سيقبان باب تعهد المعقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء يعني علماء قربك القاضي جرك وين يا جرك ير أو يعني وحوي واتشيبين يا جرك ير كوين واتشيبين ومذا مشهور السجن علماء قاركود إليه كلا قاضي داسي إن لوضع قرل كلا قاضنا وح نص ما إلها باب تعهد الماء قيني لوضع اليرو أو الدلال لغو بحيو إيا وغيرهما إيا لوضع وحانا هاي أو من غضون الوجه وجه اللابتوين كيساء بزيادة ماء بي سيادة لغو لددالو تعهد كواحد إلى ذا تعاهد الشيء إذا تفقد بالي لذا شيء مركاد محو هاي أد 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 إلى لسه أما أد بارلو أما الددال سيادة كو بحسا تعاهد لي لذا ما أقين كوحا لي لذا وجمع موق أما ماق ماق نوالي لذا موق نوالي لذا ماق نوالي لذا وحا لي لذا مؤخر العين الذي يلي الأنف بالي لذا إيش ماشي كل ما تو أو حق السنك حكت إيش مركي لما تو لوضع نعم من ناحية حق دكتو حقا من ناحية السنك حقا مركا ماشي كل ما تي قد كأه حق السنك حقا أي واحد إلى هذا موق أما ماق أما ماق بالي لهذا ساسي معنا وماشي الصومالي دو إلير بالي لهذا الصومالي إلير بالو يقعنا معنا ماشي يضع والله بيكو يرشرتا معنا meeshaasi marka si gooni ah in loogu dadaalo marka la weysiisanayo iyo meesha wixii la mid ah oo maxay ah wajigu meelaha uu ka laabma ah quduunta waxa la ilaahdaa wa jamcu yaani ghadan ghadan kana waxa la ilaahdaa at-tathanni wa takassur shayga laabadkiisa iyo jabidiisa meeshu ka jabay ka laabmo ayaa la ilaahdaa ghadanka quduun baa lagu jamciyaa marka wajigu meeluhu ka laabmo ishaas مويانا ميلها كلي وجهك اللابن كي وشركو كلامه يضنا إن دا لغو بحيو بيا زيادة لغو بحيو أو لغو لدى دال معنا دا دال كاسي معنا وحو كرد يغن يحي ما دام وجهك اللي سفري إن لرقو إن إيسان بيه ميلها اللابتو إن كوجهك إن إيسان ككربودين أو بيه شرك اللي وجهك اللي وده قارس يساس ألقى وده معنا عن أبي أمامة أبي أمامة وحلقوي أبو أمامة الباهلي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه إسق وصف وحوت المامي أوصفي وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي جا ويسقادت كيسي سيدو ويسقادن شري نبي أيو تلمامي أبو أمامة فذكر مركز وحوش ثلاثا ثلاثا صدح صدح كور إنه ويسقادن شري وحبناها وصدح صدح دقشر قال وحولي وكان نبي وحوها بيقول صلى الله عليه وسلم يتعاهد مد إلى ليو كد داله الماء قيني لوضع إليرا لوضع إن رض إليرا ضوضة أيو كد داله شري النبي صلى الله عليه وسلم روى حوري أحمد أحمد باوري أو منان قوني وسين شري وسين قوني أيو إلى لين شري روى أحمد باوري وكذلك شري ميدي وصو صاري هيثم يوحو لي سنة كيف صو حسن بل وحصو صاري أبو داود ابن ماجه يغير كوت سنة كحديث كو ضعفي باكو شري وحنا محو هاي كتير لي هذا سنان ابن الربيعة وصدوق فيه لينا وحكى له كتير لي هذا الشهر ابن حوشب وإسجنا صدوق كثير الإرسال والأوهام لوضعن ضعف في كتير درت يد بالسنة ضعيف ليه سيدا استردت أي حديث كواحد ضعيف في الشيخ الباني عليه رحمة الله ولي أبو حاتم الرازي وقصه نقلنا يسجنا إنه ضعيف في طيب وحوشية جملة ذا كان يتعاهد المأقين وح أمر خاتك وحوشية مؤسن هل شيخه أو أما
شاهد أه أمامه متابعة طيب حديثك جملة كلو وتاسيدا مركو أي مدو ورينيا جملة كلو وتوحوي الأذنان من الرأس وكان يتعاهد الماقين والأذنان من الرأس بوتا قيبتا مركا والأذنان من الرأس اللي بدأ دقود مضح يكتر سيه حديثك قيبتي ساسي الشواهد بيلاد ونوينو ما ندونا قيبتا سي مركا ويسوغمي دونتا ويسوغنتا هاي لكن قيبتا لوضع اليراد بو سكود دالي تشيرو بيا سيادة أمري تشيريا قيبتا سي ما سوغنا وضعيف قيبتا سي وضعيف طيب أما الجملة ذاك لا يدا وقتك دونا ويسوغنتا معنا وشواهد بيضو لاد حديث كاسي وحو الشيخ أوكيني إن لوضع إن دود سيغوني مالها لابتوين كودا يوتشيك لابتوين كي صورنبا بيها سيفي عن لو غارسيو حديثك ضعيف بها النقضي لكن وحا إنك غفلا الله تبارك وتعالى قول كي سأولي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم شيء كستو وجهك حدود دي سسوق ليا وإلا نقو سيدا سينا كرر موويسا ويصح كون قونيسا إنا دوجهك دقل هذا قيبة كم إذا آدم بيه غارسينين أما قيبة اللابتوين كهان نقض أما قيبة برنان كتال هان نقطي ما آدم فلنين فاغسلوا وجوهكم مركا عموم كأيدي حديث تكاليب عنك غفلا حديثك هذا ضعيف حتى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عليا رضي الله تعالى عنه قال وحوري يا ابن عباس ابن عباس ألا أتوضأ ميانا ويسيسنين لك أذيك ميانا كويس قادنين طيب ألا أتوضأ ميانا ويسق أذنين لك أذيك ماشا سي تعليق كتاب كان نيكا هايستو نيكا ليلة حسن حلاق محمد صبحي حسن حلاق ونيكا تحقيقا أنا هيالي محو هاي مرر فربضا تعليقات كيس وحديث تصاريو أحاديث ضعيفة أيو تصحيحين يا أما تحسينين حديث كان هذا كم إذا ومعناه أن هذا دول مرين طيب قال أن علي رضي الله عنه قال وحر يا ابن عباس عبد الله بن عباس ألا أتوضأ ميانا ويسيسنين لك أذيك وضوء رسول الله رسولك إلهي ويسقادت كيسي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله ويسقادت كيسي ميد لم إذا ميانا كو ويسقادنين قلت وحاري بلها بلا إسكب داي إيه ويسقادو إتوسوا معنا طيب إلى محو هاي علي بن أبي طالب وأوغا قوم بدنا ابن عباس نبي قوي سقادت كيسي يا سنة النبي قبل صلوات ربي وسلام عليه ابن عباس ويرى علي بن ابي طالب نوحوها محوها هاي من بداية محوها هاي البعثة نبي قال رجل لازم يبو كم ذا مرك لا شك انه كعلم بنا عبد الله بن عباس يا مثاشي سبع قلت وحاري بلا اسكبت داية اي وي سقادة بور او يتوس نبي قابك وي سقادة انشري فداك ابي وامي فداك مضح فرشد هذا وحاء هذا أبي أباه إيه وأمي إيه هو يدي إيه يعني أباه إيه هو يدي بانكو ماذا حاجة كفرا أول يعني قال بعض أكتي إذا كنت هاي ساسو كلام معنا روح عمر قال لي هاي قيمات أكتي إذا كنت شوكت آد بعض قال إيه كنت هاي فأوحل إلى هذا وحن كفرا يا وحن هيستوح وقالس وأباه إيه هو يدي كفرا وهي معنا ساسو في ذاك أبي وأمي قال وحولي فوضع قال ابن عباس وحولي فوضع مركاسور لجي علي إناء ويل بصور لجي فغسل مركاسو دقي يديه لبدي سكعمود ويلكي بيو كتشرين ثم كدبنا فوضع ودقي إناء ويل بودكتي وبي ويلكي بيو كتشرين بو كان سدي فغسل وحو دقي يديه لبدي سكعمود ثم كدبنا مضمض ولغلغ دي واستنشق وسندار سنكو بيه كتشي دي واستنثر واسكسو فرديه وسنكي بيه كسو صاري ثم كدبنا أخذ وقاضي بيديه لبدي سكعمود بو قاضي وبيكو قاضي فسك مركاسو الأرباحي وجهه وجهي سو الأرباحي سكك وحوي ونفشد حوك هو بيه أو كتشرك عنتيسة أي حوك وجهه وغرفته وألقم أفك وحو أقلي إبهاميه ألقم وأفقلي إبهاميه لبدي سسول أيو قليي ما أقبل وحي صوقا بلسن أو من أذنيه لبدي سدقوت كمده لبدا دغوت انت سوچيدا او حق وجهك او سوچيتو دغته غودهيدي اه waxaa la yiraahdaa ما اقبل من الاذن بليدا
qaybta kore baatinul udunna waa la dhaha, baatinul udunna isla iyadaa la dhaha, waa gudaha. Xagga qadaadka qaybta xigtana waxaa la yidhaahdaa maa adbara min aludun, dhegta waxa gadaal u jeedaa la dhaha, ilaan gadaal bay jirtaa sooma. Waxaa kaloo la yidhaahdaa daahirul udunna waa la dhaha, dhegta xaggeeda kore iyadana waa lagu itlaaqaa. Marka wuxuu yidhi fa alqama wa alqama, wuxuu geliyey ibhaamayhi labadiisa suul, maa aqbala, waxa soo jeeda oo min udunayhi labadiisa dhagood ah. Labada suul buu afka u geliyey, macna labada suul ayuu dhegta qaybteeda soo jeeda gudaha buu geliyey, markaasuu dhex marmariyey macna. Uma qaala, wuxuu yidhi uma caada, wuu laabtay fii mili dalika, arrinkaa mid lamida, halaatan, saddex goor buu ku laabtay, saddex goor buu suulka geliyey oo intuu biyo ku celceliyey macna. uma akhada, wuxuu qaatay kafan sacab oo min maain biyo ah, biyadihi lyumnaa, gacantiisa midig buu kusoo qaaday, fa afraqahaa, markaasuu shubay, calaa naasiyatihi, foodiisa korkeedu ku shubay. uma arsalahaa, markaasuu sii daayey, tasiilu, xaal ay shubmayso, calaa wajhi, wejigiisa korkiisa ay ku shubmayso. Waa masxi madaxa uu bimacnaa waxa weeyaan wuxuu qaaday sacab biyo ah, markaasuu foodda ku shubtay, kadibna wuu sii daayey biyihii uu foodda ku shubay ayagoo wejiga ka daadanaya, tasiilu calaa wajhihi, foodda markuu halku shubay ayay foodiilan biyihii hayn maayaane, way soo daateen, markaasi wejiga soo mareen. uma kadibna qasala, wuu dhaqay yadahu lyumnaa, gacantiisa midigtaa buu dhaqay, ila almirfaqi, ilaa xusulka laga gaadho, halaatan, saddex goor buu dhaqay. uma kadibna yadahu, lugtiisa, gacantiisa ayuu dhaqay, alukhraa, ee kale, ee bidixda, mila dalika, saddexdaa goor mid lamid, mila dalika, xusulka laga gaadho, saddex goorna ah, waa soo gelisa mila dalika macna. Wadakara, wuxuu sheegay baqiyat alwuduu, weyse qaadadka intiisa kale uu sheegay, uu iska soo gaabsaday. Rawa waxaa wariyey axmedu, axmed baa wariyey, abu daawud, iyo abu daawud baa wariyey. alimaam almundiri wuxuu leeyahay maqaal baa ku jira xadiidkan, yacni sanadkiisa hadal baa ku jira, laakiin sheekh albani caleyh raxmatullah sanadkiisa wuu taxsiininaya fii saxiix abi daawuud, wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix. Ayib, xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayaa, xadiidkaas muxuu ahay axmed, rawaahu axmed wa abu daawuud, abu daawuud iyo axmed baa wariyey oo sunanku ku wariyey macna, sanadkiisa rag baa ku jira wax laga sheegay, laakiin xadiidku waa sugan yahay macna. Ayib, wuxuu leeyahay alimaamu tirmidi caleyh raxmatullah, waxaan weydiiyey maxamed ibnu saaciil wa bukhaariye xadiidkanaan weydiiyey, markaasuu daciifiyey, wuxuu yihi maa adri maa hada, ma garanayo wuxuu yihi waxaan buri macna. Ayib, laakiin ninka la yidhaahdo muxuu ahaay axmed shaakir wuxuu leeyahay xadiidku tirmidi kuma yaalo, xadiidku tirmidi kuma yaalla buu leeyahay, oo muxuu ahay tiirinta tirmidi loo tiiriyey saxmaa buu leeyahay. Waxaa kaloo uu leeyahay daciifinta uu imaamu albukhaari xadiidka daciifiyeyna ma garanayo sababteeda buu leeyahay, yacni xadiidka sanadkiisa marka la fiiriyo waa xasan, marka muxuu bukhaari ku daciifiyey sababteeda ma garanayo leeyahay axmed shaakir caleyh raxmatullah. Sheekhu wuxuu yihi marka xadiidkan qaabkee buu u deliishanaya, masaladu u deliishanaya waxa weeye wejiga iyo laabatooyinkiisa in biyo siyaada loo qaado oo muxuu ahay biyaha si fiican loo gaadhsiiyo oo dadaal siyaada lagu bixiyo, xaggee buu xadiidku masaladaa kaa tusayaa? Wa waxa uu meeshuu ka deliishanaya waxa weeye midda aan soo marnay oo uma akhada biyadayhi fasakka wajhahu, wejiguu dharbaaxay. Ayib, wuxuu sheekhu marka wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan xujatun, sakka wajhahuda waxaa ka dhalanaysa bimacnaa biyihii inuu soo qaado xoog wejiga ugu dhuftay, dhufashada xoogga ugu dhuftay ujeeddadu waxa weeye inay meelaha laabatooyinka ay biyuhu gaadhaan, wadadad biyahan dad soo qaado un tartiib u mariso meelaha laabatooyinka way dul marayaan, inaysan gaadhin baa dhici karta, markaad si xoog ugu dharbaaxdo bimacnaa xataa laabatooyinka iyo meelihii oo dhan way gaadhayaan, saasuu macnaha u deliishanayaa marka xadiidka. Wa fiihi xadiidka waxaa kaloo ku sugan xujatun, xujo iyo daliil baa ku sugan, liman cid bay xujo ugu sugan tahay, ra'a arkay oy la qumanaatay, anna maa aqbala waxa soo jeeda, qaybta soo jeeda oo min aludunayni dhagaha ka midihi, min alwajhi wejiga inay ka mid tahay, masalada ah ee dhagaha masaxooda xaggee la raacinayaa,
oo ay ka mid yihiin baa waxay tahay masalo khilaafiya, waana u tegi doonaa. Araa fara badan baa marka ku jirta. Culimada qaarku waxay leeyihiin dhaguhu waxay ka mid yihiin madaxa, oo marka madaxa la masaxo biyaha gacanta ku soo hadhaad labada dhagoodna lagu masaxaya. Al-udunaani min ar-ra'si way markaas waa u tegi doonaa axaadiisteeda. Qolana waxay leeyihiin ma aha dhaguhu waa xubin madax bannaan oo wejigana ka mid maaha madaxana ka mid maaha, waa xubin iskii in biyo loogu soo qaado u baahan. Qolana waxay leeyihiin ma ahee labada dhagood intooda soo jeedee xagga wejiga u jeedee gudaha ah wejigay raacsan yihiin oo wejigaa lala masixi. Markaad wejiga dhaqayso ayaad iyagana la masixi. Qaybta dambe ee qadaadka xigta ee korena markaad madaxa masaxaysaad la masixi, oo qaybtaasina waa madax, qaybta guduhuna waa weji. Qoladaasi maxay dalishadeen? Waxay xadiiskana ka mida buui waxyaalahay dalishadeen. Oo xadiiska markaad dib u fiiriso fiiri, muxuu yidhi fasakka wajhahu, markuu wejiga dhaqayay ayuu muxuu sameeyey? Dhagaha qaybtii xagga wejiga u jeedee gudaha dhegta ahayd markaasuu la masaxay, oo wejiga markuu dhaqay ayuu intuu suulashii dhex geliyey buu la masaxay, madaxa lama sugin. Soo ma? Marka xadiiskan qolyahaasuu daliil u yahay waay. Tayib, waxaa qaba taabiciinta qaarkood baa qabay, nin la yidhaahdo Shacbi iyo Camir ibnu Sharaxiin Shacbi iyo Alxasan ibnu Saalix iyo raggaasaa qabay. Madhab caana maaha. Sheekh annaga sheekh noo ahaan jiray oo noo akhrin jiray Buluqulmaraamka maraan ka dhageysan jirnay masaajidka jaamacad Islaamiya ku yaal, Sheekh Maxamed Mukhtaar, Maxamed ibn Mukhtaar Shinqiti ayaa mar uu noo akhrinahay kitaabka Buluqulmaraamka. Sheekh nin wuxuu ahaa runtii aada ardada iyo muxuu ahaay aadaabta dalabka iyo aada ugula dadaal u ah. Darsiga markuu ka baxo kelimo wuxuu lahaan jiray uu ardada ku baraarujiyo oo aadaabta dalabka iyo tawaaduca iyo cilmiga sidii loo raadiyo sida culimmada looga edebsado iyuu ku baraarujin jiray. Xusuusnay marka maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu yidhi haddaad kutubta fiqiga ku aragto mas'alo culimmadu ka hadleen oo aada la yaabto, tartiibso, ha degdegin. Nin culima oo caalim ah meel cidla ah hadalkiisu inuu iska dhaco ma suuroobi karto. Wuxunbaa mustanad ah meel unbuu salka saari. Adiga marka intaadan ogaanin mustanadkiisa ha ku degdegin. Waxaa ka mid a marka mithaal wuxuu u keenay masaladan. Culimmada qaar waxay yidhaahdeen dhegta marka la masaxayo wejigaa la raacinayaa oo wejiga marka la dhaqaa lala masaxayaa. Rag culimmada ka mid ah waxay yidhahdeen warkaasi waa war qariib ah, waa war lala yaabo waayo. Markaasaa markii la dabagalay waxaa la soo helay inayba adilo deliishadeen. Masalan sujuudda tilaawada inahaad baan umalaynaya marka la akhrinayo ducadeeda maxaa ka mid ah? Sajada laka wajhi sajada liladii khalaqa sajada wajhi liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wabasarahu ubirs. Yani wejigaygu wuxuu u sujuuday allihii abuuray ee araggiisana dilaaciyey maqalkiisana dilaaciyey. Maqalkii xaggii loo idaafiyey? Ya wejiga loo idaafiyey. Shaqa samcahu ay samca alwajhi. Sooma? Wejigii marka waxaa loo idaafay, dhegtii waxaa loo idaafay iyo maqalkeedii wejigaa loo idaafay. Saas daraaddeed waxay yidhaahdeen maqalka iyo dhegtu wejigayba ka tirsanta, bal adigu meel gee wakaas. Marka wuxuu ka hadlay sheekhu culimmada iyo ijtihaadaadkooda nagnag laguma jiiro, waa inaad ka edabsato, tartiibsato, bal horta maakhadkooda aada ogaato. Saas wey macnaha. Marka munaasabadaasaan ku keenay aada bayna runtii muhim u tahay. Dad badan waxaad arkaysaa markaba qowlka markuu arko la qumanaan waayo, war waxaas waxba kama jiro markaba odhanaya, war bald u kaadi maya, war male xadiiskuba khilaafsan yahay, war xaggee buu ka qaatay iyo maxaa mustanad ah iyo daliilkan aad daliishanayso ma khilaafsan yahay iyo muxuu ku khilaafay, hal markaasaad ogaan kartaa daciif inuu yahay iyo inuu qawi.
باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة وحباب يهي غسل اليدين لبدا قعمو دقيتان كود مع المرفقين حصول الله الله وإطالة الغرة بابو يهي وحو يهي بابو يهي برير تا ديرين تيدا الغرة أصل كيدا وحل إلى هذا وعدان تا فرس كوتشي جيسا كتال قبل وي معنا يعني وعدان فرس كوتشي جيسا كتال أصل الغرة اللي لها وحكى الله استعماله مركا كدب ملك استو او ميدب كيدو عادي هي كان قدسين هي ايريا ذكا اقدو غرة اللي لها غرة برير بيدان معنا سومالي دايدا مركا برير توحى لقوضا او هاد غرة لقوضا ميلها ويسدو مرتو oo wajigu kamid yahay ayaa iftiimi doonta maalinta qiyaamada oo muuminiinta dhalaali doonta sida faraska wajigiisa u dhalaalayo kan marka taa iyada in la dheereeyo markaad weysaysanayso weysadii aad gaarsiiso meelo badan si iftiinkaagu u dheeraado oo meelaha iftiimi ee jidkaaga ay u badato macna taasuu ka hadlay an Uthman radiyallahu anhu annahu qala wuxuu yiri halumma kaalay هلوم كالي ومعنى ضد بضم بولها الله هلوم كالي أتوضع أن ويسيست لكم إذنك وضوء رسول الله رسول الله ويسقادت كيسي أن إذن ويسيست صلى الله عليه وآله وسلم كالي أن نبي قابك ويسقادن شري إذنك ويسيست سيدا سي صحابة بدان سمي يعني قار بدان سمرني لأن وحويان إيش وحي قبطه يروح وحي أفكر الله شيخ إيش كقبن أك marka si practice ah oo muuqata bay nabiga weysa qaadadkiisi ku barayaan saxaabadu saxaabada kale iyo ardadoodaba ku barayaan saas wey macna ila nabiga laftiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wakii jibriil baa u yimid oo salaadaha baray sooma jibriil baa imaam u noqday salaadaha waqtiyadooda tujiyey salaad walba meeshay bilowgeeda xilligay bilaabatay xilligay dhamaanayso markaas wuxuu ku yidhi alwaqtu bayna haadayn sidii jibriil u baray buu marka nabiguna ummadda u baray marka practice-ka iyo tusida isha laga tusayo dadka ahmiyadeeday leed nabiga lafti sallallahu alayhi wasallam wakii intuu minbarka fuulay saxaabada muxuu ahaay yani soo dagahay mar fuulahay yiri maxaan saa u yeelay inaan diintiina idin baro marka waxay ka dhaxleen nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tayib halumma atawadda lakum wudu'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam faghasala markaasuu dhaqay cuhmaan وجهه وجهيسا ايو دقاي ويديه يا لبديسا غعمود حتى مس الى اوتابتي اطراف العضدين لبد عدودود فيدهود الى اوتابتي بمعنى لبد غعمود مركو دقاي ايو ودي او وху غارسيه عدوده فيديده عدوده فيديده waxaa la yiraahdaa meesha xusulka iyo cududu ay iska qabtaan ayaa la yiraahdaa yani waxa الطرف العضد تاسلده طرف العضد طيب مركا بيه بو كر او وداي او وخصو دافيي خصلدي بو دافيي مرفقين كو دافيي معنا فغسل وجه وجهي سو دقه ويديه يا لبديسا غعمود حتى مس الى او تابتي اطراف العضدين لبد عدودود في دودا الى او دافاي او خصلكي كر او يعني اوغا غودباي ثم كدبنا مسحه ومسح براس مدخيسا ايو بيه مريي او غعنته كو مسح ثم كدبنا امر ومريي بيديه لبديس قعمود على أذنيه لبديس دغوت كركود مري ولحيته هي غركيس هي على لحيته ثم كدبنا غسل و خو دقي رجليه لبديس لغود بو دقي روح وري الدارقطني باوريي وكذلك احمد باوريي باسناد حسن حديث كسند كيس وحسن لكن وحا الله هيستا او لغو دغن يحي جمله دهيسا حتى مس اطراف العضدين جمله ده شيغيسا in uu gacanta markuu dhaqayay oo cududa fiideeda biyaha gaarsi oo uu xusulada dhaafiyay jumladaasaa lagu dhagayn jumladaasaa la haysta oo waxaa la leeyahay jumlada iyada waxaa la gooni noqday inay ilaahdo Ubaydullah ibn Sa'd ibn Ibrahim oo Yaquub ka warinay waxana khilaafay oo jumlada aan sheegin al-Imam Ahmad ibn Hanbal sagana ka xog badan Ubaydullah ibn Sa'd tayib saastaladi ziyadadaasi inay shaadada tahay bay u badantahay لكن وحي ليهين علماء قاركوت سيادة يضع عبيد الله معها ننك سيادية ننك الله استوى محمد ابن إسحاق محمد ابن إسحاق
صاحب السير أو تحديث هبط عديو ماشان سماع هعديو أو هبي له يعني وحويان تدليس كي ماشى هبك بحو لأنه صرح بالسماع عند أحمد لكن طرق فربضان حديث كمركي أيتمادو إني سيادو أن للق بين أيتمادو نينك ضعف كوتشراكو إيديس أستاذ طلعت الوحي لي محمد بن إسحاق أي زيادة داسي إنه خلط كلي هاي أي أبضان تهاي حديث كحمران مولى عثمان وطرق أدو فربضان كوي منا سيادة دا موت سيادة دا هيسا محو أهاي حتى مس أطراف العضدين موضت حديث كعثمان نضروق أدو فربضان بكوي أما حمران مولى عثمان هلا قوري أما عدك لها كوريسو هل كا طريق بكوي مد سيادة داس طريق أنا ابن إسحاق باكوتشرة سيداس دراد ابن إسحاق تفرد كي سوحو لقون النقضو حتى هدو تصريح السماع ضعف باكوتشرو شذوذ بالحكومة بمعنى سيداس تلمام يا يعني علماء قاركوضو جملة داس وحي لين شاذة إن يتعبي أبضانت طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إسق توضأ سيدا الشيخ ودلي شنا يوحوي ما دام عثمان انتو حصول هذا قافيي عدود في ديدا قارسي ويري سيدا سنبي قوة سقادا شري وحي تلماميسا إن أي هرت حصول هذا أي كم بديهين قعنتي ليس أمري لقيته القرآن الكريم كم حولي ها وأيديكم إلى المرافق يعني قعمه نرقى إلى حصول هذا لك قارو صوما طيب إلى حصول هذا لك قارو حصول هذا مكب حسين مسوي كتران إلى هذا لوضع معنى بفايدين كرت ساس معنى وحرف غاية ويو إلى مروحة كتما دا وحا إيادة كهر ريا إيا وحا كدن بي ويكال بدلين واحد حكم كوحا إيادة كهر ريا قلي وحا دنبنا مقلي معنى هذا النقطتنا حصلكم مقلي نغني إلى المرفقين صوما مرنا بمعنى مع بي كتما دا أو وحا إيادة كدن بي وحا كهر ريا حكم كوي وضا قادنا معنى هذا دنبنا آيادة لقوضا أو يعني وحوي وأيديكم إلى المرافق مع المرافق مع المرافق حقين كقاضنين إن بمعنى معطاه أين نهين بمعنى الغاية وحن كقاضنين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة تلمانتين النبي ويس قادت كيسة حصول الله ويدقين صوما حديث كان عثمان باكمل ساسي ورطة وحل وقد لشنية غسل اليدين مع المرفقين صوما دي هل كاسا لقد لشنية طيب وإطالة الغرة حقين لقد لشنية إن حبناها لجوي سيستو لبيريو أيضا وحى لجا قادنا يا حديث كعثمان سيادة دا سيادة سكنات هذا أن كهل ليني هد موسى كو أكان الحصول ده محسمي يا ويرد في إلى عدود ضرف كذا وقرسي معنا تانا وإضالة الغرة ويسد ماله هذه ولا ديري هل كانوا لبض سياسة اللود لشان يا حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استجو توضأ ويسيستي فغسل مركاسو دقي ابو هريره وجهه وجهي سو دقي فاصبغ مركاسو دم كامل يلي او رارعيي الوضوء او يسقادتك اصبغ اسباغ وحويا وا دمهستريت ثم كدبنا غسل وحو دقي يده ففاهنتي وا غسل وحو دقي يده كعنتيس ايو دق اليمنى ايمدكتا حتى اشرع الى او تاغي كعنتيس في العضد عدود دخيده الى او تاغي أشرع الإمام أبو العباس القرطبي شارح صحيح مسلم وحوليه هاي وحاك لقدسا شرع هي أشرع شرع كلمة اللي هذا مركي تهاي ثلاثي واحد وحال جو هذا مركا وجود الجليد وجود الجليد صاد وذا مركا تقشو أيال هذا شرع في كذا لكن هدي الرباعي اللي قال يقول أشرع عليه وحوليه بمعنى دخول إيه جليد إيه لقمة وذا أشرع بمعنى مد يده هو مد يده بالغسل صار سينقون يسابق هو حلي هذا أشرع الرمح إذا مده وتاجد مرك وسياد أنت تاجد بمعنى وحول مرك حتى أشرع إلى أتاجي عن تسي ودقتان كي كو ذي
في العدود حدود الدحذة إلى حدود الدحذة كارسي ثم كذي من غسل وحور لقي يده كعنتي سأل يسرى بدحذة حتى أشرع إلى أتاقي كعنتي لقيسي في العدود حدود الدحذة وكتاقي وكارسي ثم كذي من مصح ومحوح مصح رأس ومدحيس ثم كذي من غسل وحور لقي رجله لكتي سأل يمنى أمدكتا حتى أشرع إلى أقعنتي في ذي في الساق لدنك الدحذة وكف ذيو لقيتان كذي وقرسي إلى لدنك الدحذة ثم كذي من غسل وحور لقي رجله لكتي سأل يسرى بدحذة حتى أشرع إلى في ذي في الساق لدنك الدحذة وكف ذي ثم قال مركز وحوري هكذا سيدا أيان رأيت أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتوضأ ويسيسني وقال وحوري أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله وحوري أنتم إذنكم وأمده الغرباتهين كوا وتيضع وبرير تلي المحجلون أول حبنا قرقري حبنا هذوما أي دلالة يوم القيامة ما ننتي قيامة غرقة وكان سوى شيء ودلالك هي عدان توجيه تاسا انت من الله استعماله تحجيل كان واحد الله استعماله المحجلون واحد الله استعماله فرس كقوبب كيسو مركا عدعديهين عدان تا قوببك ايا اللي لهذا تحجيل وجيك عدان تيسان واحد اللي لهذا غرب اللي لهذا ساسي نغون مركا مركا انتم الغر الى المالها اللي قوي سقاضنا ايو والله وضع قعموت يلا وضع اللغوت ايو وجيك صماهي marka wajigi uu dhalaalaya lugihii iyo gacmihiina tahjiilka weeyna iyaguna way dhalaalayaan antum idinku alghurubatiin kuwa wajiga cadcad oo bariir leh almuhajjaluuna oo la xubno gargaray oo xubnahoodu ay dhalaalayaan yowmal qiyaamati maalinta qiyaamada min isbaaqi alwuduu'i waysada raaricinteeda iyo kaamil yeelideeda darteed waysada aad dhamaystiraysaan oo xubnaha meel kore gaarsiinaysaan darteed فمن استضاع روحي كرمرك منكم حالو إذنك إذن كم إذن روحي كري كرا فليطل هردير يغرته عدان توجيس بريرتيس هردير وتحجيله إيا حبنا قرقرنانتيس إيا حبنا عدديس هردير روحي نمرك كرا كرا وجيك عدان تيس ويسيدا كردالانا يسانا هردير يستو بمعنى ويسيدا سيفي عن وجيك هو ذا قرسي xubnaha gargarnaantooda iyo dhalaalkoodana ha dheereysto xubnaha biyaha yacni si fiican ha u gaarsiiyo ha ku dheereeyo way macna rawaxa wariyay muslimin muslim baa wariyay tayib xadiidkaasi jumladiisa dambe ee ah faman istadaaca minkum falyutil ghurratahu wa taxjiilahu qaybtaa dambe jumladaa dambe xadiidkii nebiga maaha cala raajix وجملة مدرجة أبو هريرة إسكاله ووحي إدراج كالله يقان علم مصطلح إدراج كوحوي هذا الكي نبيك أو هذا الآن أهين إنت اللي دحق لي آد مودي إنو هذا الكي نبيك مصي أها تاسي معنا مركا هذا الكن أبو هريرة إسكاله حديث كان نبيك وقيبته روكو عليه أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء إنت سكو إجي أما أنت انضموا فمن استطاع منكم فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ومدرج أبو هريرة أنا هذا الكاسكال حديث كمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكساء كمد ماءها وحنا لقون إنه قضي إن لقمد هذا النبي نكل إلى هذا نعيم بن عبد الله أبو هريرة أصحابتي سكمل أردد أبو هريرة كمد وحو خلافي أبو زرعة يا أبو حازم أي خلاف بل استغلفتي ساب الشك قال مر ومرنا هذا النبي وكذا مرنا هذا أبو هريرة وكذا رجي أرددي أبو هريرة وهو خلافه أردد أبو هريرة أما مش شيغان أما سعد وحي أو شيغان هذا أبو هريرة إنه سيداس برادة جملة داسي على الراجح حديث كمرفوعة كمدة وحنا عدي إن هذا النبي كمدة هاي حفاظ حديثك سيدا يعني حافظ المنذري شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن حجر يا شيخ الباني انتبه way cadayna yaan macna marka jumlada dambe xadiid kamid ma xadiidkani wuxuu daliil u yahay labada mas'alaba mas'aladu goobad maxay tahay gacmaha marka la dhaqayo xusaladu inay galayaan oo ay waajib tahay dhaqidooda xagee baanu ka qaadanay abu hurayra markuu weysadii nabiga tilmaamayay cududdu gaarsiiyey sooma marka meesha maxaa ka muuqata in ay xusuladu galeen oo uu dhaqay muxuuna ka hadlayaa nabiga weysa qaadadkiisii buu tilmaamayay nebiguna way saqaadadkiisu muxuu fasiraya
wuxuu fasirayaa aayaddii qur-aanka ayd buu fasirayaa soo ma ilaan qur-aanku tafsiirinayaa oo ficilkiisa iyo qowlkiisa nebigu ku tafsiirinaya ijmaalka marka qur-aanka ku soo aroray ah yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey ilalmaraafiqidaas ilalmaraafiqi ilaadu bimacnaa macmiya mise waa bimacnaa xataa oo gaayo waaye xadiidka nebigiiyo ficilkiisaa fasiray marka oo muxuu ku fasiray wuu dhaqay nebigu hadduu dhaqayna ilaadu bimacnaa mac inay kutusaysa oo alla dhaqayo xusulka macna abu hureyra markuu ilaa cududda gaadhsiiyey baa wuxuu yihi nebigaa sidaa uu isqaadan jiray taa horta waxay kutusay in xusulada la dhaqayo ayib oo haddii laga tago ay weysadii burayso waajibna ay tahay qodobka labaad ee xadiidka laga faa'iidaysanayo waxa weeye waa itaalatu lgurra xubnaha laga weysaysto in aada dheerayso weyse qaadadka aadan inta waajibka base ku ekaysanine in aada kor u qaado waa xilyatu lmu'min yacni biladda ruuxa mu'minka sida xadiid kale ku timid meesha weysadiisu ay gaadho ayay biladduna berri u gaadhi doonto aakharo marka dheerayso wey macnaha ayib taana waa laga qaadanaya oo macnaha itaalatu lqurra labada masalaba masalada hore oo ah xusulada in lala dhaqayo gacmaha oon laga tegi karin oo waajib ay tahay waa madhab aljumhuur haddii laga tagana oo xusulada ay biyuhu gaadhi waayaan weysadaasi ma asixin cinda aljamaahiir ilaada qur-aanka ku timidna bimacnaa macawey saasay u badan madhab baa jira dhahaya waajib ma aha xusulka haddii ayna biyuhu gaadhin waajib maaha ilaaduna waa bimacnaa macnaha kale ku fasirayaan oo ra'yigaasi waxa weeyaan riwaaya can malik zufar iyo ibnu xasmi iyaa dooranaya ra'yiga hore ee jumhuurtu ay qabaan ayaa ixtiyaadku ku jira isagaana daliil ahaan xoog badan in xusulada la dhaqo inay laasim tahay waajib farad min furuud alwuduu lagama tegi karo ama masalada dambe oo ah in la dheereeyo meelaha laga weyse qaadanayo xubnaha weysada kor loogu qaado iyadana way isku khilaafsan yihiin jumhuurtu waxay qabaan waa mashruuc inaad kor u qaaddo ood siyaadiso ood xubinkii intii waajibka aadan ku ekaynina wax yar aad siyaadiso jumhuurtu waxay qabaan waa mashruuc oo way bannaanta waana sunnay leeyihin macnaha laakiin maalikiyada qaba mashruuc ma ah ibnulqayim baana dooranaya ibnulqayim wuxuu leeyahay intii soo aroortay maya lagama siyaadin karo xadiid waxaa jira nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalamu caleyh sunanka ku yimid oo weyse qaadadkii nebiga markuu sheegay yidhi intaa ruuxii ka siyaadiya dulmi buu ku kacay iyo xadgudub dulmi iyo xadgudub buu ku kacay riwaaya kale waxay ku dilaysaa ama ka nusqaamiya saas way macnaha adiga waxa weeyaan haddii qiyaasta soo aroortay jamaahiirtiiyo culimmada badankood iyagoo xadiistan idaalatu lqura daliishanaya waxay qabaan in lagu siyaadin karayo macnaha wuxuu sheekhu yidhi marka wayatawajahu minhu xadiidkan xaggiisa waxaa ka wajahmaya wujuubu ghasli lmirfaqayn labada xusul dhaqitaankoodu inay waajib tahay say uga wajahmaysa yacni waxaa ka soo baxaya waa oo ka imaanaya oo laga qaadanaya xadiidkan in labada xusul dhaqitaankoodu ay waajib tahay marka la weysiisanayo see looga qaadanaya wey wuxuu yihi lianna nasa alkitaab lianna qur-aanka naskiisu yaxtamiluhu wuu qaadan karaa waa laga fahmi karaa soo ma xaggee laga fahmi karaa waaydiyakum ila almaraafiq ilaadu way suroobi kartaa in laga wado bimacnaa mac iyo bimacnaa ghaaye in laga wado labadu way suroobi kartaa marka qur-aanku waa ixtimaali karaa soo ma lianna nasa alkitaabi yaxtamiluhu waa suroobi karaa ixtimaalka waxaa la yidhahdaa hadalkani sidanna waa qaadan karaa sidanna waa qaadan karaa wixii hadalka marka la fiiriyo uu qaadan karaa la yidhahdaa yaxtamiluhu lkalaam baa la dhihi wuu qaadan karaa ilan waxaa jira uusan hadalku geli karinba soo ma ayib marka qur-aanka way geli kartaayo ilaada waa laga qaadan karaa waa kow wa huwa qur-aankuna mujmalun fiihi wa huwa mujmalun dhaqidii mirfaqaynka la dhaqayay mujmalun mid la ururiyey oo la koobay weeye fiihi qur-aanka dhexdiisa naska qur-aanka mujmal bay ku tahay oo kuma cadda mujmalka waxaa la yidhahdaa wixii u baahan fahamkiisa nas kaloo caddeeyuu u baahan yahay ilaada keligeed kuma filla ilaalmaraafiqida kuma filla keligeed lagama fahmi karo
marafiqdu inay gelayaan dhaqida iyo inay ka baxsan yihiin ilaada keligeed lagama fahmi karo. Waxay u baahan tahay marka nas kaloo caddeeya. Mar haddaan ilaada keliya laga qaadan karin, waa waxa loo yaqaano ijmaalka loo yaqaano cilmiga usul fiqiga. Ijmaalkaasi muxuu u baahan yahay marka? Yaa mubayin buu u baahan yahay, nas kaloo caddeeya oo muraadka caddeeya oo labada ixtimaal kale rajaxa buu u baahan yahay. Soo ma tii u caddeen marka? Wahuwa mujmalun fiih, wa ficluhu nebiga samayntiisa calayhi salaam uu sameeyeyna bayaanun waa caddayn limujmali lkitaabi kitaabka duuduubkiisii uu wax duuduubay ayuu caddayn, ficilka nebigu caddaynaya. Ixtimaalkii iyo ijmaalkii iyo duuduubiddii ku jirtay qur'aanka oo ilaada aan la kala qaadin yaa caddaynaya nebiga ficilkiisa caddeeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Tayib, wa mujaawazatihi baa caddaynaysa gudbiddiisa uu nebigu gudbay markuu dhaqayay lilmirfaqi uu xusulka gudbay. Tayib maya, wa mujaawazatu dhe hadalku inta hore uu ku ogyahay. Wa huwa mujmalun wa ficluhu calayhi salaam bayaanun caddayn wey limujmali lkitaabi kitaabka mujmalkiisa ayuu ficilka nebiguna sharxaya oo caddaynaya. Intaa halkaa ku ekeen. Tayib, waxaa timid marka xadiidka waxaa ku yimid inuusan xusulka ku ekaynina uu ka siyaadiyey. Soo ma siyaadada ka waran baa taalla marka? Siyaadada nebigu sameeyey ayada ka waran. Wuxuu ku yidhi marka wa mujaawazatuhu, dhaafintiisa uu nebigu dhaafiyey dhaqitaanka lilmirfaqi uu xusulka dhaafiyey, laysa ma ahan fii maxalli lijmaal, duuduubidda qur'aanka maxalkiisa maba ahaanin dhexdeeda. Liyajiba, si u waajiba bidaalika, arrinka ugu waajiba. Waa istidlaal faham u baahan, waxoogaa waxay u baahan tahay inaad tadaburto. Wuxuu leeyahay maxaa xadiiska waxaa ku soo wada arooray Abu Hurayra markuu tilmaamayay nebiga sifada u weysasan jiray in uu xusulka dhaqay oo dhaafiyey oo cududda dhexdeeda geeyey. Sheekhuna wuxuu leeyahay xusulka intii ku eg oo xusulku ku jira unbaa waajib ah, intan ka korraysa ee cududda uu gaadhsiiyey waa sunno. Maxaad u kala qaaday baa su'aala marka? Waxaan u kala qaaday buu ku leeyahay qaybta hore oo ilaa xusulka gelidiisa ah, ijmaalka qur'aanka ayaa ku yimid, nebiga ficilkiisuna waa caddaynayay. Soo ma ficilka nebiga ijmaalka qur'aanka caddaynayana waajibnimuu ku tusayd. Ama qaybta xusulka dhaafsan ijmaalkii qur'aanka maba gelinba. Soo ma laanna qur'aanku ma wuxuu yidhi ilal cadudayni miyuu yidhi? Yaa ilal cadudayni hadduu dhihi lahaa cududdana sidoo kale waxaan dhihi lahayn ijmaalkii qur'aankay gashay, nebiga ficilkiisuna waa bayaaniyey, waajib waay. Soo ma laakiin cududdu ijmaalkii qur'aanka ma gelin, nebiga unbaa ficil ahaan u sameeyey, ficilkiisa unbay ku sugan tahay, ficilkiisuna istixbaab unbuu ku tusaa. Ma la fahmin? Marka qaybta xusulka ka koraysa ee cududda ah waa istixbaab, maxaa yeelay ficilkiisa unbay ku sugan tahay mujaradka. Qaybta kaleeto oo xusulka iyo gacanta inteeda kale in la dhaqayana ijmaalka qur'aankay ku caddahay, ijmaalkana ficilka nebiga cadday. ficilka nebigu markuu mujmal qur'aan caddaynayana xukumka mujmalku qaadanaya. Ma la fahmin? Masaladaas marka sidaas way, waa istinbaad daqiiqa, waa istinbaad daqiiqa. Tayib, wuxuu sheekhu marka wa mujaawazatuhu, gudbiddiisa lilmirfaqi uu gudbay, laysa ma ahani fii maxalli lijmaal, ma ah ijmaalka qur'aanka maxalkiisi meehe, maxallu lijmaalku waa uun mirfaqaynka. Soo ma cududdu kuma jirto. Liyajiba, si uu waajibo bidaalika, arrinkaa ugu waajibo maya. Laysa fii maxalli lijmaal, liannahu low kaana fii maxalli lijmaal la wajaba. Soo ma sida mirfaq oo kale, sidaas daraaddeed maxallu lijmaalka kuma jiro si uu waajibo, mar hadduusan ku jirina ma waajibay wey macna. Baabu taxriiki alkhatami wa takhliili alasaabic, adiga warka murtidiisa waxa weeye gacanta dhaqitaankeeda xusulku waa gelaya, wixii xusulka ka koreeya biyaha gaadhayana waa sunno, wax waajiba maaha. Warka duduubkiisa waa inta doodaa kaliya istidlaalkaasi waxay u taalla dalawatu lcilmi. Baabu taxriiki alkhatami, kaatunta dhaqdhaqaajinteeda ayuu baabu yahay, wa takhliili alasaabici, iyo faraha isdhexgelgelintooda, wadalki maa yaxtaaju, iyo wadalki maa shay gacanta marmarintiisa jijibintiisa ama gacan marintiisa yaxtaaju u baahan ilaa dalika dalkigaa u baahan. Saddex masalo waa. Masalada koowaad waxa weeye
هذا أدو كاتون قبى ويسيسنيس إن أد كاتون تمركز ويسيسنيس ورق دقاتي سو سيبيه أوجران مش كاتون تكفر ده وغضب غضب كلا بعد وحوي مركز ويسيسنيس إن فرها أد استحقلي سو سيفرها لحظاته أي بيه أوجران قدم كسد حدا وحوي إن تلك مركز ويسيسنيسو أدق عنت مرمريسو وحي أبا هنك عن مرين دلكي جوحل إلى هذا وقعنت ولا مرمريو ومسألة ذا وحو تلمامية ما كوجو في لنتها مركز حبناها ويسد الدقة إنت بيئ ونكرك كجشفت أذن قعن مرينين إن السابق كده يستبع مسوح قصة بإن أدق عنت مرمريسو هذل كي كمسألة سوكا وضمر سدح ذا مسألة بابوي عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان وحوها إذا قرت توضأ ويسيسن يحرك من الرقاشيوها خاتمه كاتنتي من الرقاشيوها روح وري ابن ماجه باوري والدار قطني وضعيف حديث كاسي وضعيف معمر من الليلة هذا يا أبيه أي الله وضبا أي ضعيفه ساس درادت بواحد ضعيفي الإمام الدار قطني يا بوصيري هي الشيخ الباني ما صدقنا حديث كاس طيب أما مسألة كمسألة أهان حديثكم ما صدقنا لكن كمسألة أهان وحيليه جمهورته هي علماء بدن كوت كاتونتا أدقبته ساعد يا الله مذا كاتونتا هي ساعد يا حيالها قعنتا ميلها نقيد أي واجب تهم وحي كحرنا ورنا بالله مذا حديث أدقبته إني بيوه قاريان أظن دقاتشنين إن أدق دقاتي سوحب اللازم ما همركا حدي آذن هبين بيوه إني سنقارينين وماشا مثلا حبين كوي كود دقين يهي كاتون توي كود دقين تهي أما ساعد وي كود دقين تهي وحلقا يابا إني بيه قاري ويا حدي عفسي ذا سؤاي چرتنا واجب بين نقونا يسا إن أدق دقاتي سو سبيه أيو قاران وحقا لغا قادن يا وجوه كاس هدك عن تردق بالوجود صوما قعن تطبق هذه اللغويري أمر كاسا وحا كاللازمية إني بيهو قعن تودا قاران شيقي ريبي بيها نوع عصنا إن لزوليو وحي نقونيسا لازم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مركا نقونيسا لكن هذه بيه أي قاريان رغدقاتين تاسي مركا أما مستحب بين نقون أما السنو دادال أهان سيدا مثلا واحد مبالغة يعني واحد يعني مبالغة دي وكلا ينغون يسا مركز لازم ينغون يسا مركز ساسي أكل قادة ينور وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك قال وحولي إذا قرت توضأت أدوي سيزنيسو فخلل الإسلحق القلي أصابع يديك لوضع ذاك عمود فرهوض ورجليك إيا لوضع ذا اللقوض فرهوض لحق القليو فرهنا يقال الإسلحق لنيه لغهنا قعنت فره هذا خاصة فريرة ده أيا لدح قل قلينه سنو تجدون سبيه الله بيا إني وذا قارين روح وري أحمد وأحمد وابن ماجه والترمذي باوري وكذلك حاكم باوري وحد تحسينية حديث قال الإمام البخاري ترمذي الشيخ الباني نبو صحيح نيا وسويه حديث كاش طيب عنا فائدين يا إن قعمها ليس دح قل قليو حكم كمرك اللي ده أيضا نصيدي وكل الله كلا قاضي حدي بيه أين قارين فرها لحظة إن لاستحقل يموي استحقلين تاسي لازم بين قواج فرض بين قنيس حديث بيه أي قاريان فرها لحظة استحقلين تمركاسي سنة بين قنيس حيال الشاب واجب كي وحصل بيه نوع قارين بيه هذي قارين استحقلين تندال سيادة أمبالغة وضع سيداس يوحاقبه تفصيل كنوع عاس الجمهور تاقبه حنفية ذا الشافعية ذا حنابلة ذا طيب ساسي قبا يعني معظم كوض أذوقوا لما مذهب باقي لفص مذهب وحي سكالة مالكية ذا وحي ليهن لبضا يعني لغها إيا قعمها بوا لازم وواجب إلا تخليليه وفرها لديح قلقلي ابن القيم نوحو ليه هاي إلا لازم وابخلط قعمها إسدح قلين توذي فرها فرها وحنو كذا قعمها فرها وضو إلا إسدح قليه أما لغها فروه هذا إن فرها قعنت اللي دحق القليل دح مر مريو وحولية هاي مر مر سمي مرنا إسكدا إن الدائمته صحبة ما هبولي
لأنه حليه هاي صحابتي تلمانت النبي جو يستقادت كيسة قار أم باشيء قار كقلم الشيء طام حي كتوس مركا إنه النبي جو مرنا كتجي شري مرنا سمين شري وحي سيدا صو كلا أنا سيدا صلى الله عليه وسلم ما معنا طيب وعن المستورد ابن الشداد عن المستورد ابن الشداد قال وحولي رضي الله عنه قال وحولي رأيت وحن أرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أرك إذا قرت توضع ويسيسنه خلل إسقو إسدحمر مرينا يا أصابع رجليه إسقو دحمر مرينا يا أصابع رجليه لبدي سلقوا فرهودا بخنصره فريردي إسقو دحمر مرينا بخنصره خنصركو وفريردا فريردا معنا خنصر وفريردا تكوحك تنا واحد لهذا بنصر بلينا بنصر وامدنا نجا فاضم ورد عنور فاضم صاردو واحد علينا أو تقارنا أو يسرو بكر لكن نجا فاضم عندي كتير طيب فرد حوا يمدنا واحد لهذا الوسطى تنصول كوحك تنا سبابة لينا أما مصبحة صباحنا ولينا طيب تنوى إبهام كي وصول كي بمعنى مركا خنصر كوا فريرض مركا فريرض أيال لنحمر مرينة يا فرها اللقطة روح وري الخمسة شنتي وريس إلا أحمد أحمد موي سنة كي سوحا كتيرة نين ليد هذا ابن اللهيعة عبد الله ابن اللهيعة وضعيف طيب لكن وحا متابعي ليث بن سعد يا عمر بن حارث يقع سانا حديثك صحيح كنا قلنا إياه وحا صحيحي وحا تحسيني الإمام مالك وحا صحيحي أبو الحسن بن قطان يا شيخ الباني با وحا كلو لي هاي حديث ابن عباس ويسقنا الشاهد وحديث كهر ريبا عمر خات كعي وحا كلو عمر خات كعي وشاهد حديث اللقيط بن الصبرة ويسقنا الصحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين الأصابع فراح يسدحك القلي فراح يسدح مرمري مركو ويسقنت ويسقنت هاي طيب حديث كان فائدة كلو وطاء زيادة هو قاب كفرها اللقطة لا تخليل كلو جس مين يو أيو إن تصي أو فريرة جعنت إن لدح مرمرين أيو إنت أسو زيادة وتعمعنها وفائدة ده سمعنا قصة لي حديث كني الإمام البيهقي على رحمة الله وصو صاري من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وحليه هاي وحن مغلب ليه هاي وحن ويد بوليه هاي مالك وعن مغلي بن مالك إمام مالك ولا ويدين أيو فرها مركل لو يسيسن أيو من لسدح مرمرين أيو من لسدح قلقلين أيو مركز إمام مالك وحولي ليس ذلك على الناس الرنكاسي ضدك مصارنا واحد يعني واحد سوغن ما هو معنى وحولي هاي فتركته حتى خف الناس إلى ضدك ككل فضودادين أيان دايبور فرانك قاضي إمام مالك واحد إمام مالك مركو جوابتي بحي أرض يجيب أو حوليه هي مركي بكل مسوا بودني ضد بعض مركي الله فديه والسواب تمركو بحنا والوجو بدنا وحقا وانو يرسو جيبوا لا ضد ككل فضادين مركي اللي جاك للتجي أيه وحنا نقول يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع هذا وحنكم مغلي أدو كجوابي مسألة ده فرها تخليل انتو ده وحنا كجوابتي إنا وحكو سجني يشيرين ضد كنا وحبك صارني أنا مسألة السنة نوحي النبو إمام مالك بالولي إمام دار الهجرة مسألة أنا أوحي إن حديث بانوحي النبو ينقل إمام مالك مركزه وما هي محوي السنة ذا سمعي تايبول ها وأرضي إن كان هو إمامك وأنك ليلي يعني وحو إلا يفتى ومالك في المدينة مالك ومدينة شوغا مسألة دين لقى ما تشوابه ها رقعنا ننكي الربيبوه ninki nooca hawa ardagisi waa wuxuu leeyahay mas'aladan aad sidan u dhigtay xadiis baan u hayna imaam malik markay ayaa imada sunnadu caado waxa uu ahaan jirtay inay tawaaducaan kibri isla weynayn mayna aqoon markaas uu wuxuu yahay xadiiskaas xadiiskaas ay samuxu markaas waxaan dhibuuri waxaan noo warabay baan dhibuuri layth ibn sa'ad iyo ibn al-hay'a iyo amr ibn harith yazeed ibn amr iyo nooga warabeen buuri al-mu'afiri أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن الشداد القرشي حديث كان أشياء مرة رسول كان أركي أو فراهي سيسدحق القليل يا حديث كاسو السنة كالي أيانو مسلدو هاي النابو مركز أبي مالك وحولي إن هذا حديث حسن ألا لا حديث كان حديث في عمر
marka kadib baa waxaan arki jiray uu imaam maalik oo mas'aladii inta la weydiiyo xadiidkan fatwooda ka noqday macnaha soo maartay waa ka noqday yaa ka reebay ardaygiisu baraarujintuu baraarujiyey baa keentay inuu fatwadiisa o dhan bedelo marka waxay darsi u tahay a'imada waaweyn xerta iska dhaaf iyo afareleyda qolyaheenna afareleyda ah iskaba dhaafa a'imada waaweyn bay sunnadu ka qarsoomi jirtay laakiin waxay ahaan jireen marka lagu baraarujiyo way baraarugi jireen waana ka noqon jireen wixii ay ijtihaadeen si khaldan ay u sheegeen sidaas way macna وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ واويسيستي فجعل وحو بالله يقول إنه هذا هكذا سدا هكذا محيتها يدلك إنه مرمريو هكذا ذو إشارة يتلمان تفسير كذو يدلك سدا إنه قعنت أمر مريو أيوب بالله بمعنى روح وري أحمد أحمد باوري وحديث صحيح وحديث صحيح حديث كان إنه وحو فائدينيا mas'aladii ugu dambaysay saddexdii masale ee tarjamadu ka koobnayd saddex masale maxay ah kaatuntoo la dhaqaajiyo iyo farahoo laysdhex marmariyo soo ma taqliil asaabic farahoo laysdhex gelgeliyo iyo in jidhka gacanta la marmariyo markaad weysaysanayso soo ma xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey in uu nebigu sala allahu calayh wasalam uu gacanta marmarin jiray soo ma taasuu faa'iideeyey masaladaasi inay mashruuc tahay bay kutusi ama mustaxab ay tahay ugu yaraan ama mawaajibaa inaad jidhka markaad dahaaro qaadanayso ama qabays ama weyso inaad gacanta marmariso ma laazim baa mise biyuhu inay gaadhaan unbaa laazim ah waa masala khilaafiya bayn alculamaa oo ku kala aragti badalan yihin siday badankood qabaan iyo jumhuurtoodu waxay leeyihiin marmarintu laazim ma ahe biyuhu inay gaadhaan unbaa laazim ah ayib waxay ka faa'idaysanayaan masaladaasi laga faa'idaysanaya axaadiis dhowr oo soo aroortay baa loo deliishano ninkii intuu janaabooday nebiga la socday fi saxiix albukhaari xadiiskii ku sugnaa isagoo socotalayo biyo la-aan dhacday ayaa nebigu sal alla alayh wasalam salaad baa la galay markaasuu salaadii markuu ka baxay wuxuu arkay nin dadkii aan la tukanin oo meeshaas keligii gooni u fadhiya hor maxaa kugu dhacood noola tukan weyday rasuulka ilaahay waan janaabooday war hadday janaabo kugu dhacdo biyana aada weydo carada ku tayuma mo dadka la tuko waa la tegay biyaa la helay marka jabintu iyo marmarintu laazim ahayn bau kutusi bay leeyihin xadiidkii umu salama cinda muslim baa sidoo kale kutusiyo inamaa yakfiiki an taxthii calaa ra'siki thalaatha xatayaat waxa uun kugu filan umu salamoy inaad intaad saddex goor biyaha qaado madaxaaga aad ku shubto uma tafiidiina calayki alma fatathuriin kadibna inaad jidhkaaga intiisa kale biyaha ku shubto sidaana aada daahir ku noqoto marka biyihii inuu isku shub baa la yidhi ayib axaadiistaasay jumhuurtu waxay u deliishanayaan marmarintu inaysan laazim ahayn ee laazimku waa inay biyuhu meesha gaadhaan amaa marmarintu waa sunno siyaada ah ee laazim ah sidaasay jamaahiirta badankood qabaan qaar baa shardi ka dhigaya culimmada qaarkood waana sida imaam maalik uu qabo muzani oo culimmada shaaficiyada ka mida ayaa doortay oo waxay leeyihiin marmarintu waa laazim xaggeed ka qaadateen baa leyihi waxaan ka qaadanay bay yidhaahdeen haddii la yidhi dhaqa faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum dhaqa kelimada dhaqa la yidhaahdo waxaa laga fahmayaa gacan marmarin dhaqid kumaba rumoobayso ilaa gacanta la mariyay dhaheen warkaa loolama waafaqin waxaa la yidhi qasliga iyo dhaqiddu biyo gaadhsiinna way noqotaa gacan marmarinna way noqotaa ee qasligu kama laasimayso luqa ahaan walaa sharcan kama laasimayso masaladaasi waxay u xoog badan tahay marka marmarinta gacanta la marmarinaya ama qabays ha noqdo ama weyse ha noqotee ma laasimayso sidaas daraaddeed haddaad intaad webi gashood niyooto ama balli ama barkad aad dhex mukhuurato waad weyse qabtaa wakadalika haddaad qabays ahaan u gashana waad weyse qabayska daahir baa tahay haddana maca dalika maadan ismarmarinin saas ma saasay masalada loo badan yahay macna daliil ahaan aad mooddaa inay xoog badan tahay fadlash
باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه وحباب يهي مسح الرأس مدح الله مسحه كله دمانتي وصفته هي مسح حاسي قاب كيس هي وما جاء وحي يمد في مسح بعضه قار كم إذا مدح قار كي إلا مسحه والمسح الله وذا قار سينين وحي كي يمد وكسر حديث أيضا طيب مدح إلا مسحه مركا لو يسيسني إني فرض لازمة هي وإجماع قرآن كان واك الشيء ومسحوا برؤوسكم خلاف لكم الشرع علماء الحضوض إن أي لازم تهي وفرض أي تهي أن لا يتكر وحكى له بابي وبابك قال لي صفته ماذا حقابك الله مسحا والقعمة على مرينة يسأل الله مريا وحكى له قال لي وما جاء وحي من في مسح بعضه ماذا حقار كم إذا إن أون لما صحوا قارك كلام أن بيها لقرسين هي مسحا تاسوي يكسو أروري سد حدا سو قال لي كل ما راح يكسب زين عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح أو مسح رأسه مدح يسو مسح بيديه لبدي سقعمود بوكو مسح فأقبل مركاسو سو تشيدي بهما لبدا قعمود وسو قابلي أو حق فود يوتشي سو أدي وأدبر ودبت شيدي بهما و لبدي قعمود بو دبت شيدي حق الدنب أوكحي و قدات كحق ودوكحي أقبل هذا فهنو يعني وحو يوحو لسو آذي حق فود يوجي قواه وإقبالك إدبار كان وحل إلى هذا مركات قدال يقدات كلا آدو أيا إلى هذا أدبر وصي شرحي ووحو لسيدنا وكو شرح بدأوا بالله بمقدم رأسه مدي حيسة ماشي صهوري أما قيبتي صهوري فود أبو كب الله ثم كدي من الذهب ولتقي بهما لبدي قعمود إلى قفاه إلى قدات كيسو لا آذي إلى قدات كل آذو قرسي ثم كدي من ردهما لبدي قعمود بسوع لي إلى المكان ماشي بسوع لي الذي مكان كاسو بدأ باللابي منه حقي سكب باللابي رواه حوري الجماعة جماعة دي باوريس حديث كأو صحيح سن أحاديث تكسو أرورتي مسح الرأس وحديث كاسوه وحديث عبد الله بن زيد المازني طيب وحوت الماما يقابك الله مسحي مسح برأسه مسح رأسه بيدين هرت الله بدك عمود بقول لكم مسحي مرك لكم مسحي أنا وحوي لي أقبل بهما وأدبر وأصل نقندنا لكن وحو فهي وحوي لي وحو كبل الله بين الله بدك عمود مدح قيبتي سهرة أو فودة مركزو وحو لا آذي إلى قفاه قدات كل آذي مركزو سوء عليه ووحو كيري ميشو كبلاوي طيب جملة ده الدم بمركوي عده فهم كيدو إشكال إيو كمتشر قرسو دي كمتشر لكن جملة ده كهر ريس إيه ده سي سوافقيا جملة ده ورمحي ليه ده هاي ظاهر كيدو مركز ده سيدي أطال الله فيري أقبل بهما محين نقونيس قدات كينو كسو بلاوي صوما أقبل بهما وأدبر إنه دب علي ثم مود المركة إن الجملة أقبل وأدبر هي هذا الكي قيبتي صدام إسكهري معنا يعني سيالي سوا فجنا مر حالي سوا فجنا يا على الراجح وحالي ليه هاي أقبل بهما وأدبر كلمة إسكهر داي واو عطفة إسكهر داي حرف العطف إسكهر داي وأدبر واو ووجنا معناها أوفى إذا يو عطف كمركل الشوغو ومطلق الاشتراك حكم كأم باكر حيا موية ترتيب مفى إذا يدو وضو إن السيدة هدى أيوية لان أوكل الدنبيين ووضو ما كنتو صوما مركا يعني وحويان أقبل بهما وأدبر هدي ترتيب كاسي هذا وود أي أوتها الله هدي ترتيب فائدين لهي أي إسكهر إيمان لها ين هذا الكسكهر إيمان له لكن وود ما دام أي كان يسون إقبال كي إدبار كوسمه لكن سيء كله الرئيين جملة مباشرة هذا ساس برادت وودني ترتيب مفائدين كأن هذا يريه كلي كذي قنته جاء زيد ومحمد وحايمت زيد يو محمد
كودي سوري إيمان شاك سوري يا إنه زي سوري على ذكر محمد الدنبي إنه محمد سوري وزيد كدم بينه على ذكر إني وذا السعودية إنه هالمرة وذا يمادين وذا ذكر طبعا عدا وذا زاسوا ما فائدة سوى ترتيبه معناها ترتيب كوحد فائدين فائدة عاطفة هي صمدة قلت هذا فائدين أما ووضن ما فائدين مر هذين ووضو ترتيب فائدين جملة دنبا أيو كشرح وكعد تهورنا كما هو ريمانيس لأن ووضع عاطفة إن إلا وضو وضع دعير ميكوتس معناها ما لا فهم سيدا زمرك إشكال كاسي كوبحية حديث كان يوحو ينوع عدي مدح مسيحي دي سقابك الله مصحو والنبي صلى الله عليه وسلم إنه سيدا مسيحي أي نوع عدي طيب وحنا دليل شدي علماء قار كود وقبة مضح إن دمانتي لو وضع مصحة واجبة طيب وأنا مذهب كالجمهور توعي مالك يدا قبة مذهب كحنابلة ذا سيدة مشهور كأ وحد دورتي الإمام المزني أو كم ذا علماء الشافعية ذا معي الوحي ليهن قاب كان النبي قوة يسيستي ومضي حيراني وتمها الجارسية وحي فصيرة يساء وكو عدين يا إجمال كي قرآنك وأها وامصحوا برؤوسكم مدحين مصحة وهذا الضدوبا وحكر لنا يميان وضا مصحنا مسيقاربان مصحنا ما كان عدا صومة نبي فعل كيساء عدية وكل هو وضا مصحي سيداس دلاتي باوحي ليهن إلا وضا مصحوا لازم فوق هذا ساقبا يعلم هذا سمعنا طيب وعن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك توضأ ويسيستي عندها أكتدك ويسيستي ومصح وحو مصحي برأسي مدحس فمصح وحو مصحي الرأس مدحي ومصحي كله دمانتي من فوق الشعر تنت كركيدو كمصح تنت كركيدا أيو كمصح كل ناحية دنع والبور دنع يدا مدح كم إذا أيو مصحي لمنصب الشعر تنت رنكي أشبنتو أيو مصحي لمنصب الشعر تنت رنكي أشبنتو دين تنت ابن آدمكو ماشا أقول كرئيسة بلدة ماشا مركي كدك تنت دين عبي يقص عطا صمة مرك مركو مسحي حقا هوري تنت سوى شرطنا سيدا نقص مسح دنك النأس أسوء مسح دنك النأس أسوء مسح قذات كان أسوء مسح تنو البردنك أتشيفته أي أم صحوي معنا لمنصب الشعر أسوء معنا طيب تقريبا مع أنفع عيسى ذاتك تيمو أشان ليسين هنا وحوقات هنا كقسمان يردي ذا أي أمثعي طيب فمسح الرأس كله من ها من فوق الشعر من فرق الشعر من يسوغ من فوق يا فوق الشعر ها فرق يقر كل ناحية لنا عوال بأيو مسحي لمنصب الشعر تنتو لنكي أشبنتو أيو أشأو مسحي لا يحرك حال سندقاتيرين الشعر تنتا عن هيئته قاب كي سيدا أويا لأو سنكاد قاتشنين تنتو سيدا أطال أسوان كاد قاتشنين بمسح النبي صلى الله عليه وسلم وصيكو إيمان كرتا قيب والبائنا يطنك يدك عن تأو الرعيس مركا وحوي سيدا أهيد أم بيكو قد ماني لكن سيدي حديث كي هركوي من هذا دوم مسحه دي مركا سيدا تراه تميه هرى إلا سيدا يوتي في نظامة ويقاد ميان مركز سوح لسنة قدات كي وصوى قاد مي صوى لكن ترى حي بتريك يجي دي سنتة تيم والبردن كي أصيح حتى أياك عن تلومري لا يحرك شعرة تنت حال صندقاتين عن هيئة قاب كيسة وش شيفة أي وشيفة وسن كذا قاتين طيب طبعا وحوي واتماها عربت ضد كتماها شيفة لو معنا ضد كتماها شيفة أما إنه كلي أفريقان كي حال كان ووركل روى احمد احمد باوري وابو داوود يا ابو داوود باوري حديث كاس وحديث سقم حديث كاس وحديث حسن وعنة المامية انه النبي صلى الله عليه وسلم تنت وضا مسحي او مدح يعني مسح وضا جارسي حديث كهرون رلمدي محو هاي محو هاي عبد الله بن زيد وفي لفظ وحا كسوغا مسح و مسحي براسي مدحي مرتين لو قرب مسحي بدأ بالله بمؤخره حق الضمبو كسو بالله ثم كذبنا بمقدمه حق صهره هذا بالله وبأذنيه لمدي سدغوت أيو مسحي كلتيهما لبض وضبا ظهورهما حق وضكره
وبطونهما يحقوا ذا جذهبة ومسح وكان صوم شرحنا صوما ظهورك وحي شراء حقة محوها قدات حقة كروة بيوت طنطن وجذه روح وري أبو داود وري والترمذي وقال وحري حديث وحسن أو حسن وحديث حسن هو لفظ يعني يكيه رمك اسمه ديدين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وحي خلاف سنتهاي حديث عبد الله بن زيد صوما يعني وحوك بلاوي قداتك كسو بلاوي مركزو وحوك يعني فود مركزو فود انتو كعلي وهذا قداتك علي صوما حديث كان مركا محوها ربيع بنت معوذ قابك اي عضين يا حديث عبد الله بن زيد قابك وعضين الله بضب هو مشروع اسكمان هو ريمانيا تنوات سمين كرتا ان قداتك كسو بلوضه oo fooda keento fooda ka celiso qadaadka ku celiso in aad ka bilowdo fooda oo qadaadka geyso qadaad ka soo celiso hadana fooda geentana waad heli kartaa meesha aad doontaba ka bilow meesha aad ka bilowdo ku soo celi warka murtidiisu waa inta way macna labada siyoobadna way banaayeen maxay ilaa saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam haday siyaabo kala gadiisan isku khilaafaan oo nabiga weysa qadaadkiisa u sheegaan intabana ay sanad ahaan sugan tahay waxaan leenahay خلاف كاسي وخلاف كلوية قانو خلاف التنوع عقدي ملأ سيدا نوي سجنتا سيدا نوي سجنتا تساس ما هوان مري دونا مر كان آذانك يا تحياتك يا مري إنه يعني سيابك لك دي سنبه السجن كل ذلك هو مشروع مرك طيب اسمه دي ديس وعن أنس رضي الله عنه قال وحوري رأيت وحن أركي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بان أركي ويتوضأ ويسيسني والحال عليه كركي سأيكو سجنتا عمامة عمامه قطرية أو لونس بي قطري وماشي لغو سمي فأدخل مركزو قلي يده كعنتي سأيو قلي تحت العمامة عمامة هوست يدو قلي فمسح مركزو مسحي مقدم رأسه مدحي سحقي سهراء فودأ ولم ينقض من أنبرن العمامة عمامة مؤسن برنين عمامة مؤسن فرين ويمعنى مؤسن مدح كقاذن عمامة ومدح صار انتو هوست كقلي أيو صدا أمسحي حق هوري فودو كمسح روح وري أبو داود أبو داود وري حديث كان ضعيف حديث كان فود كلي على مصحي وانت سو النبي كوكو قاف صدي عمامة هوست يدو فود كلي مصقنا سنة كيس وحا كتشرا أبو معقل اللي لهذا مجهول العين عبد العزيز بن مسلم أو مقبول أما مجهول إساقنا معاويه بن صالح أو صدوق له أوهام انت سو علا كجرت ساز درادت أي واحد ضعيفي الحافظ بن سكن أو حسن بن قطان بن عبد الهادي بن حجر يا شيخ الباني حديث كاسي مركا مصوغنا طيب حديث المركا صورو لنا محاين وغا صباحا يا مركا وحاين وغا صباحا قابك مدح الله مصحي مدح قار كم إذا من لما صحي كرا هل حديث بينه هلي هو حديث كي يا حديث كان لدن بي أسوغنا وضعيف مصوغنا سيداس دراديد مدح قار كم إذا إنت لما صحو إن لغو قاب سنكرو وحديثو كسوغن مجرو حديث كوي ميدا كلي إلا ودوضن كروكا مسألة دانا سيدا اللي سوو خلاف سيدا إنسا صوت المعنوي ويو علماء بادن كود يا مذاهب بادن كود وحي قبان مدح قمان إن لو ودن مصحو إن لازم تهي ومصح اللو ودن قارسيو شافعي يدا وحي قبان مدح أن وح كم إذا حتى تن هالنقطة تن الله دنا هالنقطة إن هذا مدح أن وح مصح لديه كرم مريس حتى تن تصور الله دنا ميشن إسكت على هذا صار هذا وح يرو كم إذا بس مصح وكوتشرة وما دام كني أن قنية معنا شافعي جاوا حقا حنفية ضع أن توح إليه ورمائه مقدم الرأس ومدح فود ديسا وصدح ميلود ميل مسافر ميلود ميلا هلا مصح ويرد أمان شافعي ده الله بوضع ده بالدليل ما يعني لابد وضوء الدليل كوا كي لنا يا معنا شاف عياد ومرك حديث كان ضعف في جيس أجادين محدثين تود وحي سجى جيان وإسلام رار رات سدين وحوجاك هلا عبد الله بن عمر بيكاء الصحابة إنه مدى حقار كم إذا مسيح جري وحي لر رات سدين حديث كلو مرسل أو مرسل عطاء أو ضعيفة وحي هذا الإمام الشافعينا وحي سكو حيو تشين شري هدو وح كلو حديث كمرسل كا قول الصحابي إيو موقوف كلو يكو حيو تشين شري تاسو اللي اسكو حوشيي وامد اي احاديث كلو ضعيفي وحبي اسكو يركب كبين هل كاسي كلاسو بحين مدح قار كمد انت الله مسيحا لغو قابسن كرا خاصة وحي ليين عبد الله بن عمر واي كسوق ناتي
هذا عبد الله بن عمر وحلقوا أقون شر النبي السنة دي سينو سن خلاف وحن النبي جا كو أركوا حنا هين إنه سن سمين سيداس براد أرن كاس واحد كتوسي هميشة واحد كتشرة هذا مسألة ما لها أن واحد لقي شف في موية أحاديث تصحيح السجاني ماذا حين لو وضع مصحية المامس ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد وحليه صدح حالا نبي وحكى السجن بوري لا بحاله حال ذينا كما السجن بوري إن ماذا حرنا وضع مصحه وسيد أحاديث فراها بضم كسوك إن ماذا أنت عمامدة ماذا عمامدة تقوقبتها أنت ذو فود الجليسو ود ماذا مصحه إن المركة كدي ابن عمامدة كرك هذا كل ما يسترطع الله مصحه حديث كمغيرة أي نص صعدوا صحيح آيات المامي وحان أحاديث مرنا كسوك نبوري إن المدح يوبنان أن عمامدة سارنين أنت قيب كم إذا مسح ذو إن أتكو جافسته وحديثه كسر عن ملبور ساس أنا صح ساس برادد ماذا بكشاف العيادة هي حنفية ذو مسألة ضعيف في كويه واعتبر درين وبالله توفيق.